trying to reach is not available. Please leave a message after the beep. أعزائي مشاهدي قناة الطريق، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا خليك كول. زي ما عودناكم في كل حلقة من حلقاتنا لازم ننوع لكم، ولكن ما بنختلفش ولا بنضيع إن احنا نتكلم عن أهمية الشباب وكل حاجة تخص الشباب. الحلقة الأولانية بعد الموسم الثاني من رجوعنا اتكلمنا معاكم مع الفنان الكبير مينا سامي، والحلقة اللي بعدها اللي هي كانت الجمعة اللي فاتت اتكلمنا معاكم فيها مع الفنانة الجميلة الصوت الرائع مريم صبحي. النهاردة حلقتنا مختلفة، حلقتنا زي ما تقولوا ثقافية شوية معرفية، بنركز فيها على ان قد ايه احنا عايزين ننمي عقولنا اكتر من كده، نهتم كمان ان احنا نغير من ثقافتنا، نغير من عاداتنا وتقاليدنا اللي دايما بتكون غلط. كل الكلام اللي انا بقوله ده بيتحط تحت مسمى التنمية البشرية. سبق وقبل كده اتكلمنا في حلقات كتير عن التنمية البشرية، لكن النهاردة هنتكلم معاكم من منظور مختلف. زي ما انتم متعودين معايا في الحلقات بتاعتي، كل موضوع بيكون كل شخص بيتكلم فيه من وجهة نظره، يعني الموسيقى كل واحد بيتكلم فيها من وجهة نظره. احنا النهاردة معانا الأستاذ الكبير روماني رشاد، دكتوراه في التنمية البشرية ومحاضر في أكاديمية ريد في لعلوم التنموية. النهاردة أستاذ روماني هيتكلم معانا عن بعض النقاط المهمة جدا في حياتنا اللي فعلا لو احنا اهتمينا بيها هتقدر تغير في مجرى تفكيرنا، تقدر تغير في مجرى حياتنا مع الناس، حياتنا مع نفسنا. خليني اتكلم معاكم النهارده مع الاستاذ الكبير روماني. اهلا بيك وبرحب بيك في حلقتي النهارده في البرنامج. استاذ روماني، زي ما انت عارف التنميه البشريه موضوع كبير جدا، علماء كتيره جدا عملوا ابحاث فيه، زي ما حضرتك يعني تفوقت على نفسك وفي ذاتك وصلت ان انت تحضر دكتوراه في التنميه البشريه. ناس كتيره بتاخذ مسار التنميه البشريه، برضو عايز اعرف في الناس كتيره يعني بتسمع تنميه بشريه كتير لكن برضو بتتجاهل الاسم لان هي مش عارفه قيمتها ايه، او هي مش عارفه اصلا عباره عن ايه التنميه البشريه دي. اولا التنميه البشريه ده علم ابتدى من سنين قبل كده جدا فعلا، لكن حضرتك عارفه انه المجتمعات بتاعتنا بتوصل لها الحاجه بعد ما تكون بره الدنيا كانت منتشره جدا. التنمية البشرية كتعريف بسيط جدا اي حد ممكن يفهمه، ممكن نقسمها لكلمتين. رقم واحد كلمة تنمية، دي تعني طبعا تطوير، نمو، اعلاء من الانسان. كلمة بشرية اللي هي البشر، فبالتالي كلمة تنمية بشرية معناها تنمية البشر. طيب ننميهم فين؟ ننميهم في كل المستويات. التنمية البشرية حاليا قدرت ان هي تخترق كل المجالات. يعني مثلا لو ظابط محتاج ان هو يتعلم تنمية بشرية عشان التعامل مع الناس، لو مهندس محتاج تنمية بشرية عشان يتعامل مع الناس اللي بتشتغل معاه، اي حد في الدنيا محتاج تنمية بشرية. فانا محتاج ينمي نفسه. تنمية بشرية دي معناها ان انا بنمي نفسي واطور نفسي، بنمي نفسي عقليا ومعرفيا وثقافيا. تمام. أوكي. ومن خلال كده انا بنمي الاخرين معايا. يعني من خلال تنميتي الذاتي ده بينعكس على الاخرين اللي بيتعاملوا معايا بنفس الطريقة. مظبوط. طيب خليني انتقل معاك لنقطة تانية، وهي نقطة ان التنمية البشرية بتساعدنا ان احنا نتغير. تمام. ازاي ابدأ ان انا اتغير بيني وبين نفسي زي ما حضرتك قلت؟ تمام. التنمية البشرية بتدينا دايما سلاح ذو حدين. بمعنى ازاي؟ ان ممكن نستخدمها بطريقة صحيحة وممكن نستخدمها بطريقة مش صحيحة. لو احنا تكلمنا عن جانب التغيير فهنلاقي انه التغيير من الجوانب الصحيحة جدا للتنمية البشرية، واللي من اهداف التنميه البشريه الاساسيه انها ازاي اغير الانسان اللي قدامي، ازاي اغيرك من الحال اللي انت موجود عليه لحال تاني افضل منه بكتير، ما رجعكش للخلف تاني. اولا التغيير في منه تغيير سلبي وفي منه تغيير ايجابي، يعني مش كلنا بنتغير للافضل، في ناس فينا بتتغير للأسوأ، صح؟ يعني ممكن تلاقي انسان في وضع حالي كويس جدا وفجاه تلاقيه رجع تاني خطوات كتير لورا.
التنمية البشرية بتعلمنا ازاي نتغير للأفضل. عن رقم واحد، ان المفروض انا ما يبقاش عاجبني الوضع بتاعي. بمعنى ازاي؟ لو حضرتك او اي حد تاني الوضع اللي هو موجود فيه خلاص اوكي ده تمام كده وكل حاجة فيه مظبوط، هتغير ازاي؟ لازم انقض الوضع اللي انا فيه، ما استناش لما حد يجي يقول لي لا انت في المكانة دي مش كويس، لا انت في المكانة دي لا مش صح، المفروض تبقى حاجة تاني. لا، المفروض ان انا اتمرد على الواقع اللي انا عايش فيه وابقى عندي قناعة ذاتية ان انا ابقى حاجة تاني افضل من كده. يبقى المفروض اول حاجة ان انا انتقد ذاتي، ورقم اتنين المفروض ان انا اعرف انا عاوز ايه. انا انتقدت ذاتي، اعرف نفسي انا عاوز ايه واصل لغاية فين، وهل اللي انا فيه هل هو ده الهدف من حياتي كلها؟ يعني هل انا لغايه هنا وستوب كده خلاص حققت هدفي، همشي على نفس الخط والخطوات اللي انا موجود فيها ونفس المرحله لاخر يوم في حياتي، ولا انا عندي هدف تاني؟ ابحث عن الهدف اللي جوايا، اشوف نفسي انا حققت ايه من الهدف ده وباقي ايه ما حققتهوش وازاي هحققه واخطط ليه. عشان كده لازم اتغير. اتغير ازاي؟ لما يبقى انا عندي اراده، عندي إرادة إن أنا لأ، المكان اللي أنا فيها دي مش هي المكان المفروض أبقى موجود فيها، لأ ده أنا لازم إن أنا أبقى في مكان أقوى من كده بكتير، لأ أنا عندي إمكانيات كتير. في بعض من الناس لما نيجي نتكلم عن موضوع التغيير بيخافوا منه، يقول لك لأ أنا كده الحمد لله وتمام وكل شيء، اتعود على سيستم في حياته معين مش حابب إن هو يغيره طبعا، وهو مرتاح كده عايش في الدايرة مغلقة، عايش في اللي هو زي التفكير داخل صندوق كده، ان هو دايرة مغلقة خلاص مش حابب ان انا اطلع منها، انا كده مرتاح وتمام. فدي ضد التغيير ودي من معطلات التغيير. لكن لا، الحاجة التانية انه عشان انا اتغير لازم اسمع كلام العقل بتاعي. يعني هنلاقي ناس كتير محبطين جدا، حد يقول لك لا انت الخطوة اللي راح فيها دي، بنسمع كتير كلمة مغامرة، انت هتغامر. طب ما هو اي حد ناجح في الدنيا ابتدى حياته بايه؟ بمغامرات. لكن الانسان التقليدي النمطي هيبقى حاجه نمطيه تقليديه لغايه اخر يوم في عمره. لكن انا عاوز اتغير، عاوز ابقى حاجه كويسه جدا، يبقى لازم ان انا اعترض على هذا الواقع اللي انا موجود فيه، لازم انقده. تمام؟ عشان خاطر كده في التغيير انه لازم يبقى عندي اراده ولازم يبقى عندي حماس. طب الاراده والحماس دي هجيبهم منين؟ الاراده والحماس دي عشان اقدر ان انا اخلقهم جوايا. بالمناسبه الاراده عند كل انسان ربنا خلق فيه اراده معينه، بس محتاج ان هو يطلعها. هطلعها امتى؟ عندي احتياجي للحاجه. طيب انا عاوز اتغير ليه؟ عاوز اتغير عشان يبقى عندي فلوس، عاوز اتغير عشان انا افيد الناس، عاوز اتغير عشان حاسس ان المستوى اللي انا فيه ده مش كويس والناس بتبص لي بنظره مش كويسه فانا حابب اتغير. ده بنسميه في التنميه البشريه الهدف، وهو صناعه الهدف. اقوى شيء في الدنيا ممكن يخلي الانسان يتغير هو هدفك. فين الهدف اللي انت عايش عشانه؟ هل انت عايش عشان تاكل وتشرب بس، ولا انت عايش عشان حاجه اسمى واعلى من كده؟ عايش عشان هدف جواك. طيب امتى التغيير يبقى تغيير قوي وتغيير جذري في شخصيه الانسان ولا يمكن الرجعه فيه؟ لما نلاقي مثلا حد مثلا، لو جبنا مثلا عام كل الناس شايفاه، لو انا مثلا ما عنديش عندي شغل في منطقة معينة، المنطقة دي بتكلفني وقت كبير عشان اوصل لو انا حبيت ان اخد اي مواصلة عادية، ففكرت ان انا يبقى عندي عربية، لازم اجيب عربية، من غير العربية دي انا مستحيل ان انا هقدر ان انا اتغير في شغلي والتزم بمواعيدي. اوكي، اذا كان الهدف العربية عامل زي الماء المية والهواء والاكل والشرب، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هحققه. طب اذا كان الهدف بتاعي دوت حاجه صغيره جدا، حاجه اوكي طبعا ملهاش قيمه، اتحققت ماشي، ما اتحققتش ماشي، فبالتالي خلاص اي عقبه او اي حاجه هتقابلني في طريقي للتغيير على طول اوكي ستوب، هرجع زي ما كنت تاني. وزي ما قال طبعا الدكتور ابراهيم الفقي، ان اوقات بيبقى فاضل لك خطوه واحده على النجاح، خطوه واحده بس، بسبب عدم اصرارك وعدم ارادتك بتعيد، ترجع تاني وتعيد نفس الخطوات اللي فاتت من تاني، وللاسف بتبقى خسرت حاجات كتيره جدا، كل الوقت اللي عملته والوقت اللي فات وهكذا. التنميه البشريه بتنمي جوانا الحب، وعشان كده يمكن في كتب كتيره جدا طلعت عن لغات الحب الخمسه. عايز اعرف منك يعني ايه لغات الحب الخمسه وليه هم خمسه؟ ممتاز. لغات الحب الخمسه
سميوا بلقب الخمسة دول عشان دول أقوى حاجة في حياتنا، خمس أشياء. تمام. لغات الحب الخمس عشان الناس تستوعب أكتر اللي يعني إيه لغات الحب الخمس. مش بنتكلم هنا عن الحب اللي هو الحب العاطفي أو الحب، لا ده إحنا بنتكلم عن الحب لكل الناس. إحنا هنا بنتكلم عن خمس أشياء لازم نستخدمهم، مش بس مع الناس بره، لازم نستخدمهم في الأسرة، على 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 نطاق الأسرة بتاعتي في البيت، مع أصحابي، مع أصدقائي، مع أي حد في الدنيا، مع أي حد، حتى الشخص اللي أنا معرفوش. طيب الخمس أشياء دول، رقم واحد وقت كويس. إزاي أنا يبقى عندي وقت للآخرين؟ إزاي أنا ميبقاش وقتي مشغول كله بمشاكلي وهمومي وشغلي وأنسى كل إن في ناس ليهم حق عليا تاني؟ لازم أوفر وقت كويس جدا جدا لكل الناس اللي أنا بحبهم وأستمع ليهم وأعتني بيهم. طيب الحاجة دي مفيدة قوي للطفل. لو جينا نتكلم على مستوى الأطفال، الطفل دايما محتاج من الأسرة بتاعته وقت لأنه يتكلم فيه معاهم، يحس بحبهم ليه، وقت يدهوله ويشوفوا إيه مشاكله. في بعض من المفاهيم الغلط يقولك إن الطفل لا هو طفل سنه صغير، إيه المشاكل اللي معاه؟ لا، في التنمية لازم كل مرحلة وليها مشاكلها. يعني الكبير ليه مشاكله، الطفل الصغير ممكن عدم وجود لعبة معينة بالنسبة له دي مشكلة، دي مشكلة. فبالتالي كل حد ليه مشاكله. فالوقت القيم ده بنقدر من خلاله نعرف الطفل عاوز يقول ايه، نقدر ان احنا نشوفه نلعب معاه. ممكن انا الوقت الكويس ده ممكن الاب او الام يلعبوا مع الطفل، ايه المشكلة؟ طيب الخمس اشياء دول هم اللي بيخلونا يخلوا الطفل او يخلوا الشخص يحس بمدى اهميتي بالنسبة للشخص اللي قدامي اذا اديت له وقت محدد. طيب رقم اتنين، لمسات حب. يعني ايه لمسات حب؟ يعني مفيش مشكلة اذا الطفل حابب ان انا انبهه لحاجة معينة، ان انا اطبطب عليه، ان انا احط يدي على شعره، ان انا لو الطفل بكى ان انا احضنه، دي هيحس بقد ايه انا بحبه. ولكن في موضوع لمسات الحب بنعمل الحاجة دي بس وفق العادات والتقاليد بتاعتنا. بمعنى ازاي؟ اشوف اللي انا ممكن المسه ده سنه كام سنة، اشوف اللي اذا كان طفل اوكي، اذا كان حد كبير اوكي، يعني هيبقى فيها كذا طريقة مختلفة. بس اهم حاجة ان وفق العادات والتقاليد عشان ما نسببش اي اخطاء للاخرين او اخطاء لنفسنا. لمسات الحب بتعبر عن ازاي انا متواصل معاك وحاسس بيك. لما انا احضن حد بعبر له ازاي انا بحبك، ازاي انا حاسس بيك، ازاي انا ما تخافش انا معاك، انا واقف جنبك. طيب دي رقم اتنين. رقم تلاتة ممكن نقول اعمال حب. يعني ايه اعمال حب؟ يعني مثلا دايما نقول للاولياء الامور او للاب والام في كل اسرة، اعمال الحب العب مصارعة. عارفة مصارعة، المصارعة الودية اللي هو اللي تلاقي الطفل ووالده مش عارف، حاجات جميلة جدا. اعمال الحب العب معها لعبة، هات له لعبة والعب معها. في برضو بعض المفاهيم المغلوطة انه الاب لا انا لما العب مع الطفل فانا كده لا انا بدلعه. لا بالعكس، انت لو قسيت عليه ما هيطلع، هما حاجتين، لا يطلع انسان غير سوي مجرم، لا يطلع انسان شخصيته ضعيفه منطوي. فلا المشكله انك تلعب معاه، هيحس بقد ايه انت مهتم بيه. وفي لعب الاب او الام مع الابن بيدوله وقت قيم جدا، لمسات حلوه جدا، بيدوله كمان اعمال الحب. طيب نروح رقم ثلاثة، هدايا حب. انا عشان اعبر لأي حد قدامي إن أنا فاكرك، في عيد ميلاده بجيب له هدية. مثلا في لو واحدة ست في عيد جوازهم، أو خلينا مع الراجل أفضل هو اللي يجيب هدية. مثلا عيد مثلا أي حاجة، أي مناسبة بنجيب عيد الحب، بنجيب هدايا لبعض. دي بتعبر للشخص اللي قدامي عن قد إيه أنا بحبك، وعن قد إيه أنا بهتم بيك، وعن قد إيه أنا فاكرك. لما حد يتفاجأ بيكي بانه يوم عيد ميلاده جايبه له هديه، يا معقوله فاكره عيد ميلادي؟ الابن لما والدته او والده يقول له يعمل له عيد ميلاد او يجيب له هديه مفاجاه، معقوله بابا وماما فاكرين عيد ميلادي؟ انا حاجه مهمه جدا بالنسبه لهم. بالظبط. فبالتالي هيدولهم الحب. رقم خمسة، كلمات الحب، او ممكن نسميها كلمات التشجيع. يعني
يعني انا مثلا ما يبقاش في عمليه احباط. طبعا المشكله بتاعتنا ان حتى لما بنيجي نحاول نحفز حد قدامنا بنحفزه بطريقه سلبيه جدا، وهي طريقه اللي هو ايه، ذاكر عشان لو ما ذاكرتش هتفشل، ذاكر عشان لو ما ذاكرتش مش هخليك تروح مش عارف فين. طب ايه فيها لو نجرب ان احنا نقول له ذاكر عشان لو ذاكرت هتبقى حاجه كبيره؟ الكلمه دي مختلفه تماما عن الكلمه دي، هتدي مفعول تاني عكسي. لان الطفل كمان مش محتاج من الوالدين ان هو ممكن تبقى الموضوع بالنسبه له موضوع عناد، يعني موضوع انه لا طب انا لو ما عملتش كده ايه اللي هيحصل، يعني مش هيدوني طب مش مشكله، مش عاوز المصروف بتاعهم. عناد بيدخل مع الطفل. فكلمات الحب او التشجيع ان انا برافو عليك جاب درجه كويسه في الامتحان عند المدرس، برافو عليك ممتاز انت هتبقى حاجه كويسه جدا. مثلا لو والدته طلبت منه كوبايه ميه اول ما جاب لها متشكر يا حبيبي ميرسي، مفيش مشكله. لكن للاسف في بعض المفاهيم انه احنا بنحاول ان احنا نشجع الطفل عن طريق الخوف، ودي مشكله اكبر. تمام، يعني دول لغات الحب الخمسه زي ما شفنا مع حضرتك. طيب ليه انا دايما بحس ان انا صغيره في نفسي، ما عنديش ثقه في نفسي، ازاي اقوي من نفسي؟ تمام. موضوع صغر النفس دوت بسبب حالين مشاكل كتيره جدا. يعني بمعنى ازاي؟ يعني تلاقي مثلا حد واحد ناجح قوي في حياته، تلاقي ليه مليون عدو. وفي مثل كده بيتقال دايما عندنا يقول لك اذا كان لك حبيب فممكن يبقى لك مليون عدو. ليه؟ اذا كنت انت انسان ناجح في حياتك هتلاقي ناس كتير قوي عدوين ليك. هم مش عدوين بالمعنى العام او المعنى المطلق، ولكن جواهم بعض الحاجات اللي في شخصيتهم ناقصه، فعشان خاطر كده بيحاولوا يعوضوها في نقدك، في عدوانهم ليك، في احباطك. طيب الصغر بالنفس، لو جينا قلنا ايه هو الصغر بالنفس مثلا، ان ده حاجه في شخصيه الانسان، حاجه نفسيه في شخصيه الانسان، حاسس انه هو قليل، حاسس انه اقل من اصحابه، حاسس انه اقل من زميله اللي في الشغل، حاسس ان الناس بتقدر زميله اللي في الشغل وما بتقدرهوش هو. فطبيعي بيجي له احساس بصغر نفس، بحس ان نفسه صغيره قوي، بيصعب عليه نفسه جدا. تلاقيه اكتر حد في الدنيا لو حد زعق له ولا اي حاجه حصلت تلاقيه بتصعب عليه نفسه جدا. تلاقي مثلا دموعه قريبه جدا منه، دي بعكس الاحساس طبعا. دي على المستوى الكبير. طيب ممكن يبقى في دور تاني للاسره في موضوع صغر النفس. بمعنى ازاي؟ في بعض الاسر او اولياء الامور مثلا او الاب والام، اول ما يجوا جالهم ضيف، يعني هناخد مثال بسيط جدا، جالهم ضيف في البيت، فيجي الابن قدامهم يحبطوا فيه، ده مش عارف مخلينا بيضايقنا، بيعمل حاجات افعال مش كويسه، ده اليوم كله لعب ما بيذاكرش، مش عارف. احباطه قدامه الاخرين بيقل من نفسه، الطفل بيحس قد ايه هو قدام اللي قدامه هو صغير. فدي بتربي عند الطفل حاجه اسمها صغر نفس، ممكن تستمر معاه لابعد حدود. الابعد حدود مقارنه الشخص بالاخرين. انا لو جيت قلت لحضرتك ان فلان الفنانيه زميلتك دي انسانه ناجحه قوي اكتر منك، هتحسي بايه؟ اكيد هحس بالغيره. طبعا هتحسي بالغيره، والغيره هتعمل عندك احساس بصغر نفس. هيقلب معاكي بصغر نفس ان الناس شايفيني. ممكن اتخذ اساليب كمان غير مشروعه للوصول للي هي فيه. طبعا طبعا طبعا، لانك شايفه انه ده متطلب من الناس، وده اللي هيخلي الناس تشوفك بطريقه حلوه جدا بالزبط. فبالتالي طبيعي. صغر النفس كمان ممكن نحس بيه عن طريق انه في انسان دايما من كتر ما الناس قالت له انت فاشل انت فاشل انت فاشل، فبقت حاجه من ضمن شخصيته ان انا فاشل. كتر ما هو يقول لنفسه انا فاشل انا فاشل انا فاشل، مش هيقدر ينجز حاجه مستحيل. وكلمه انا فاشل كتر تكرارها بتخلينا نحس انها حاجه بقت من شخصيتنا. طب ازاي اقول على نفسي ان انا فاشل؟ لما احس ان انا انسان ما عنديش اي امكانيات، لا في شخصيتي ولا امكانياتي الماديه ولا امكانياتي المعرفيه اللي تقدر توصلني للهدف اللي انا عاوزه. لكن طبعا الانسان في حد ذاته، اذا طبعا ربنا خلقنا كل واحد فينا كانسان، كل واحد فيه مميزات، كل واحد فينا طبيعي، ما فيش حد، كل واحد فيه مميزات، فيه عيوب، فيه نواقص في شخصيته، المفروض ان احنا نكملها.
لكن ما نقعدش ان احنا نقلل من نفسنا لغايه ما نوصل لمرحله صغر النفس. وبالمناسبه صغر النفس ده مرض نفسي منتشر جدا الايام دي، ومن الحاجات اللي صعب العلاج بتاعها، صعب جدا ان احنا نعالج حد عنده صغر نفس. طيب كثره الوقوع كمان في التجارب الغير ناجحه، يعني حد فتح مشروع والمشروع ده ما نجحش، تمام، المشروع ده فشل، فيقعد يقول لا انا لو اي مشروع تاني هفتحه ما طبيعي جدا هيفشل زي المشروع ده، لا انا انسان فاشل، انا لا انا هقعد في البيت، انا ما اقدرش ان انا اشتغل. دي الحاجات اللي ممكن تخلي الانسان يحس مثلا بصغر نفس. ومن ضمن الاخطاء الشائعه كمان حتى للكبير مقارنه نفسه بالاخرين، بالناس التانيه، يقول لك انا للاسف بشتغل ليا سنتين وما عملتش ربع اللي عمله الفلان الفلاني. اوكي، ربنا مدي لكل واحد طاقه، مدي لك لكل واحد عقل، مدي لك لكل واحد نسبه ذكاء معينه، خلاص انت استثمر حاجتك، خليك في الحاجه اللي انت ممتلكها بتاعتك، ما تبصش لحد غيرك. اوكي تمام. طيب خلينا ندخل لنقطه تانية، وهي نقطه ازاي اقدر اخد قرار في حياتي كويس، ازاي ابعد عن القرارات الفاشله اللي انا مش مدرك ان هي ممكن تتاثر عليا بعد كده في حياتي وتكون فاشله. تمام. من اكتر كمان المشكلات اللي بنتعرض لها حاليا المجتمع بتاعنا ان بنتخذ قرارات غلط تماما او قرارات غير صحيحه، وده بينعكس على المستقبل بتاعنا بحاجات برضو غير صحيحه تماما. طيب مشكلتنا في اختيار قرارنا، اما نختار القرارات بتاعتنا في اوقات مش مناسبه، او ناخد قرارنا على اساس حد غير مناسب. يعني بمعنى، اولا القرارات بتنقسم الى حاجتين، رقم واحد اما قرار مصيري يعني بيحدد مصير وهيطبق على هذا القرار حاجات مثلا مستقبلية 30 40 سنه جايه، وفي قرارات وقتيه، يعني قرار مثلا القرار الوقتي زي عاوز اخرج اروح مكان في المكان الفلاني، اوكي خلاص رحت المكان الفلاني، ما رحتوش ملهوش اثار على حياتي المستقبليه. لكن في قرارات بتبقى قرارات كبيره زي الارتباط، الارتباط ده قرار مصيري، عشان انا اقدر ان انا اخد قرار في موضوع الارتباط محتاج تفكير. عشان خاطر كده عملولنا ايه، فتره تعارف، فتره خطوبه، فتره ما قبل الجواز. ليه ده كله عملوه؟ عشان انا اعرفك، عشان انا اعرفك انت مين وانت تعرفني انا مين، تعرفني انا شخصيتي ايه، تعرف انا بحب ايه وبكره ايه. فدي القرارات المصيريه، زي قرار مثلا اختيار ما بين شغل. يعني في يوم من الايام جاني حد بيقول لي انه جاله شغل في مكان معين داخل مصر، داخل الدوله بتاعتنا، وجاله مكان شغل تاني بره المحيط اللي هو عايش فيه. فهو مش عارف يعمل ايه، عاوز ياخد قرار، هناك في فلوس بس في تعب، هنا في فلوس اوكي وهتعيشك وتمام التمام بس في راحه شويه. طيب قرار زي كده عشان نتخذ فيه او موقف زي كده عشان نتخذ فيه قرار محتاج مننا تفكير قوي ووقت، عشان اقدر افكر، عشان اقدر احسب كل خطوه انا هعملها ايه. لكن لو قلنا المفاهيم العامه ان احنا نتخذ قرار، اول حاجه لازم يبقى عندي مبدا في حياتي. بمعنى ازاي يبقى عندي مبدا في حياتي؟ يعني مثلا انا انسان، كل انسان فينا حاطط مجموعه من المبادئ في حياته، اشوف القرار الموقف اللي انا عاوز اتخذ فيه قرار هل مناسب للمبادئ دي ولا لا. ده رقم واحد. بمعنى ازاي؟ شخص مثلا عنده عادات وتقاليد معينه، طلب منه شيء منافي للعادات والتقاليد بتاعته، انا عندي مجموعه من المبادئ اوكي قدامي، هشوف الموقف ده مناسب للمبادئ دي ولا مخالف ليها. مخالف ليها يبقى لا، الحاجه دي ما تناسبنيش. طب ما تناسبنيش ليه؟ لانها هتأثر عليا على المدى البعيد في حاجات سلبيه جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم الانسان يدي نفسه فرصه انه يفكر او يتامل كويس جدا الموقف اللي هو محطوط فيه او اللي هو حابب ان هو ياخد فيه قرار. اكتر القرارات اللي بناخدها غلط في حياتنا هي اكتر بتكون في وقت سريع جدا، وبتكون في حاله مزاجيه او حاله نفسيه غير مستقره، اما فرحانين قوي او متضايقين قوي او زعلانين، او قرارات في وقت صغير جدا. اوكي، لازم ندي نفسنا فرصه كبيره للتامل، لان قرارات مصيريه، قرار مصيري
هيترتب عليه حاجات لمده 30 40 سنه، اكيد ليه الحق علينا ان احنا ناخد وقت معين ان احنا ندرسه. كمان الوقت ده هعمل ايه فيه؟ هحدد الجوانب السلبيه والجوانب الايجابيه في القرار دوت. يعني اذا انا خدت القرار ده ووافقت عليه، ايه الجوانب السلبيه اللي ممكن تكون والجوانب الايجابيه اللي ممكن تكون؟ طيب هنا هقرر ازاي؟ اشوف المواقف الايجابيه بتغطي على المواقف السلبيه، ولا المواقف السلبيه للاسف هي اقوى من المواقف الايجابيه؟ لو كان الموقف الايجابي هنا او القرار ان انا اتخذ قرار ايجابي اقوى من الحاجات السلبيه وخلاص هيتلاشى الحاجات السلبيه، اوكي نوافق بيه. فده محتاج مني وقت. وفي حاجه تانية اسمها الخريطه الذهنيه، دايما بنستخدمها في حاجات زي كده. الخريطه الذهنيه ان انا برسم اي رسمه انا حاببها، شجره مثلا، واقعد اكتب اقسمها نصين، واقعد اكتب هنا حاجات ايجابيه وهنا حاجات سلبيه، واشوف هل الحاجه الايجابيه دي ممكن تخلي كام نقطه هنا في الحاجات السلبيه دي مش موجوده، اوكي، واروح اشطب عليها، اعلم صح واشطب على حاجه سلبيه قدام، واجي بعد كده اشوف ايه الحاجه اللي موجوده عندي، هل القرارات السلبيه اكتر والايجابيات اكتر. دي طريقه. في بعد كده رقم ثلاثة، ان احنا لازم نفهم الموضوع كويس جدا. اغلبية ساعات قراراتنا او سوء تفاهمنا من الاخرين او من الموقف بيعبر ان احنا مش فاهمين. اول ما نلقط اول كلمتين في الموقف ما نستناش لما نكمله، فبالتالي ممكن نفهم الموضوع غلط، وطالما فهمناه غلط هيحصل ايه؟ خلاص كده هنبني موقف غلط. تمام، والموقف الغلط هيستمر معنا فيما بعد وهيأثر علينا. تمام. طيب ازاي انا يعني عشان قبل ما وقت الحلقه يخلص، ازاي انا اقدر اتقبل اللي قدامي في موجز سريع؟ يعني موضوع قبول الاخر او قبول اللي قدامي، لازم اعرف الاول من هو الاخر اللي انا المفروض اتقبله. اكيد الاخر ده مش هو اخويا، مش هو والدي، مش هو والدتي، لا طبعا. الاخر ده معنى كلمه الاخر يعني حد غريب عني تماما. طب غريب عني فين؟ غريب عني في الدين، غريب عني في الجنس، غريب عني في اللون، غريب عني في كل شيء. يعني ما يبقاش حد مشابه ليا في حاجه، لان لو كان مشابه ليا في حاجه ما يبقاش اسمه الاخر. تمام. طيب ازاي اتقبل الاخر؟ لازم اعرف رقم واحد ان ده انسان زيه. تمام. يعني ربنا خلقنا كلنا فينا صفه الانسانيه، وطالما ربنا مدينا انسانيه يبقى مش من حق اي حد ان هو يعاملني معاملة مش كويسة. صح. لان انا انسان وانت انسان، عامل الانسان بغض النظر عن انت بتشتغل ايه. للأسف في بعض المجتمعات تلاقي احترام الشخص باحترام شغله، باحترام مكانته العلمية. لا، ما انا ممكن احترمه، اوكي، للحاجات دي تمام، ولكن الافضل ان انا احترمه لشخصه عشان هو انسان. اوكي، احترمه لشخصه عشان هو انسان، مالك دعوة هو متعلم ايه، مالك دعوة هو ديانته ايه، ماليش دعوة هو مثلا بيشتغل ايه. لا، الكلام ده كله دي حاجه خاصه بيه هو. تمام. ده رقم واحد. بعد كده ان انا اؤمن بفكره التعدديه والتنوع للبشر. ربنا لما خلقنا فينا مبدا الاختلاف. خلق حد طويل، حد قصير، حد رفيع، حد تخين، حد ابيض، حد اسمر، حد مثلا كويس، حد عنده عيوب خلقية، فهكذا. فربنا نفسه من مبادئ خلق الكون هو مبدأ الاختلاف. فلازم أنا عشان أما أجي أعاملك باحترام وعاملك كويس جدا وتقبلك، هتقبلك عشان ربنا خلقك كده. رقم اتنين، إن أنا لازم كمان أؤمن بأنه في أشياء الإنسان ما بيبقى لهوش حرية فيها أو يدي فيها. اوكي، يعني لازم في حاجات من عند ربنا فوق، ما اقدرش ان انا يعني حد لو عنده عيب خلقي مثلا ما اقدرش ان انا ما احترمهوش عشان عنده عيب خلق. ليه؟ لان دي حاجه مفهومه ملوش يد فيها. صح. تمام. في حاجات زي كده كتير. فلو احنا عرفنا اتعلمنا كويس ازاي نتقبل بعضينا، وازاي نعرف ان تقبلنا البعض ملوش اي علاقه بانت بتشتغل ايه وانت في مركز ايه وانت مش عارف ايه، الكلام ده اكيد هتختلف حاجات كتير. أستاذ روماني، عشان وقت الحلقة خلص، يعني أنا بشكرك على وجودك معايا، وكنت طبعا أتمنى أن احنا نتكلم في بقية الموضوعات، بس أنا واثقة أن احنا إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر. مبسوطة بوجودك النهاردة معنا، ونورتنا ونورت قناة الطريق. ربنا يخليك.
بشكركم على وجودكم النهارده معايا في الحلقه، ويا رب تكونوا فعلا استفدتوا واستمتعتوا وعرفتوا قد ايه ان احنا عندنا عقول بارعه بتفكر بتجدد من ثقافتها بتجدد معرفتها وعايزه كمان تفيد الاخرين، من ضمنهم استاذ الكبير استاذ رومانيا رشاد، دكتوراه في التنميه البشريه ومحاضر في اكاديميه ريد في العلوم التنمويه. تصبحوا على الف خير وسعاده. كانت معكم مارينا عاطف. Trying to reach is not available. Please leave a message after the beep.